السلام عليكم اخوان، كيف حالكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله 12 شهر مارس 2022، عندنا واحد نوفو انستالاسيون ديال واحد تراسور كانون، نوفو انستالاسيون واحد السنتر كوبي، وغادي نانستالو ان شاء الله. وتبعوا معنا الفيديو ونشوفوا الطريقه ديال الانستالاسيون، الطريقه ديال الخدمه ديالنا بحال كنديروا في لي ماشين، وتبعوا معنا الفيديو. شكرا جزيلا. السلام عليكم اخواني اخواتي، هنا كنديروا لاسومبلاج لهذا التراسور. التراسور عباره عن ماشين غرون فورما كتيري لي بلون، اختصاصيه في لي بلون بلو انوار اي كولور. هذه هي المزايا ديال هذا التراسور هذا، و لا مارك كانون MT300. ودابا العمليه الاولى هي نجمعوا هاد الانسامبلو، هاد لا طابل نجمعوها، هي اول شيء كنبداو. وكنزيروا هاد الفيسات ديال لا طابل مزيان باش لان التراسور تقيل شويه، كي عنده كيهز شويه ديال الوزن، وخاصو بيتحط يتحط جيست، ما يتحطش ماير ولا شي حاجه، لانه كيخدم بجيدونكر. كنبداو نحيدو دوك الفرانات ديال الرواد ديال لا طابل، باش نقدو نتحكمو فيه، نقدو نديبلاصاو بيه الايمن ولا اليسار، ولا ندو نجيبوه. ولكن ملي كنحطو التراسور وكذا الى اخره، خصنا ضروري نسدو هذوك اللي نشدو الفران ديال الرواد باش ما يتحرك. باش هذا هو لا ماشين تراسور، هذه هي لا ماشين، غادي نفدوها ان شاء الله باذن الله، ونحطوها هما، نحطوها في هاد لا طابل، نحطوها مقادة مزيان تتشد بلاصتها، ومن بعد ان شاء الله غادي نديرو الفيسات ديالها باش نزيروه. انا سالينا، دابا نحيدو دوك لي سكوتش غارانتي من التراسور، عاد نبداو نديرو نركبو لي كونسومابل. هادي ديال ديشي، هادي هي ديال الريزيرفوار ديال ديشي، هادي هي اللي كتجمع فيه داك البقايا ديال لونكر. وهاد البلاصه هنا فين كاين داك لا تيت دامبريسيون، وهادوك الجوايه، وهاد البلاصه فين كيركب الرولو ديال الرولو بابي، هنا فين كنديروه، هنا في كيركب الرول بابي. وهادو ديال لونكر، جوج كحلين على اليمين على اليسار، وثلاثه الالوان الثانيين مع الاصفر والازرق والاحمر على اليمين. هادو هما لي كونسومابل، هادو هما لي كونسومابل اللي غادي نركبو دابا، عباره على الخمسه لي كارتوش، وواحد لا تيت دامبريسيون. تيت دامبريسيون نوريكم، مهمه جدا هذه، هذه خصكم يعني تردوا بالكم معها اكثر، انها هي التراسور وغالي شويه الثمن ديالها. وانا غادي هادو لي درايفر، هادو لي السيديات لي درايفر ديال الانستالاسيون، هما هادو واحد اوتوكال، واحد سي دي درايفر فيرسيون 10، وهادو ديال الكيداج ديال رول بابي، هما اللي كيشدو الرول. دابا غنبداو نبرونشو ان شاء الله الضو باش نخدمو التراسور
باش يعطينا لي ميساج اللي غي يعطينا في ذاك ليكرون باش نتبعوا العملية خطوة بخطوة. كنشعلوا التراشور اول شيء كنشوفوا كنشوفوا واش باقي شي يعني باقي شي فران ولا شي غارونتي نحيدوه ضروري قبل ما نشعلوها كنفيريفو. اول حاجه هو كيدير كيدير دياغنوستيك راسو باش كيعرف لي 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 يعني لي 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 كونسومابل لي خاصو. اول شيء كنبداو كنانستالو اللغه يعني اللغه اللي باغيها واش فرنسيه واش انجليزيه واش عربيه واش حنا كنديرو فرنسيه. ملي كتسالي كيعطيك ميساج كيقول لك ركب لي كارتوش دونكر كنبداو بهم هما الاول شيء كيعطينا الميساج. كنبداو بالكحلين هما الاولين لي نوار عندنا جوج نحركوهم ضروري تحركو تحركهم عاد نديروهم ان شاء الله. شد البلاصه نديرو الثانيه ضروري تحركو باش انهم ماء سائل جي دونكر ماشي حبر ولا كذا هو جي دونكر ضروري خصو يتحرك. عاد نديرو لي كولور هادو هما لي كولور ثلاثه ثلاثه لي كولور ماجونتا والسيون هما سليناهم ضروري هذوك لي جدونكر شدو بلاصتهم. الا ما شدو بلاصتهم ما غاديش تقراهم بالتراسور. هادي اهم شي حاجه لا تيت دامبريسيون هادي مهمه جدا تردوا بالكم معاها. هادي راه هي لا ماشين انها غاليه شويه وهي المهمه يعني هي اللي هي الطبيعه هي لامبريسيون ديال الورقه هي اللي كتجمع لي لونكار الالوانات كتخلطهم عند الداخل وهي اللي كتلونسي ترونسي لامبريسيون. هذه اسمها لا تيت دامبريسيون هذه مهمه جدا. نسحب شويه ونشوف واحد هذيك المرايه ديالها خاصها ضروري ما يعني ما تجرح ما والو يعني اي حاجه وقع لك يبان لك في الورقه وتحط جيست يعني تحط طريقه يعني خاصه بها فهمت تحط خفيفه ما تزيرها ما يعني امور تكون ليس. هي هذه هي البلاصه ديال لا تان دابريسيون. كاين واحد الريغلاج ديال الفيتاس ديال 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 الشاريو ضروري كنديروه ناقص جوج باش ما يمشيش بزاف لا فيتاس ديالو. عاد كندير واحد تيست كندير التيست فورما ا 3 لانه هي كتعطي التيست ديالها ديال لا ماشين. كنتبعوا العمليه صافي ها هو راه تيست خرج هذا هو التيست ديال ملي كنديروا الكونسومابل ديالك نركبو من جديد ضروري كتعطيك واحد الورقه ديال التيست ديال الغراداسيون كدير الغراداسيون وحدها. سالينا هذه دابا العمليه الثانيه هي غادي ندوزو التراسور نديرو له الرولو انه هاد التراسور عباره عن ماشين كتيري لي يعني كتيري لي لي بلون. المهم دابا العمليه التاليه هي نانستالو الدرايفر في الـ يعني في البي سي باش ندوز العمليه ديال التيراج. صافي كنديروا الرولو كنركبوا في السيبوره ديالو كنبداو هاد العمليه نركبوا في السيبوره ديالو نزيرو نشدو العبار ديالو مزيان كنديروا الثانيه باش تتزير وعنده واحد الفريم في الجنب ضروري تسدوه كيتسد باش ما يرجعش هذاك السيبور هذيك السيبوره ترجع. صافي كنرفدو كنحلو الورق نحيد واحد سكوش كاين فما
صافي كنبداو كنحط كن رومبلاصو في التراسور صافي كدفع واحد شويه كيعطيك واحد الفورمه واش بغيتها مانيال ولا رولو كدير رولو وكدير ازيرو فورما ازيرو صافي كيقرا هو راسو كيقرا كيمشي ويجي يمشي ويجي كي باش كيعرف نوع الرولو اللي غيخدم به صافي كنبداو هاد العمليه ديال الامبريسيون هنا كندير واحد تيست واحد البلون كنخرجو باش نشوفو لا كاليتي ديالو العمليه بحالاش ودابا كنديرو امبريسيون ها هو البلانكيت امبريما الحمد لله الشكر لله هو كيخرج البلان البلان كيخرج الحمد لله كاليتي زوينه تا كانون ماركه زوينه كاين اش بي كانون هما اللي معروفين في لي تراسور وان شاء الله نوصلهم هما الاثنين باش نعمل الابليكيشن ديال الفورماسيون السيد وشكرا جزيلا اللي كيدعم لنا جي سيرفيس مانتونس ومرحبا بكم احنا في العيون و دعمونا القناه ديالنا ان شاء الله لوكال ديالنا ديال لوكال ديالنا كاين في حي المسيره والله يصل الامور مرحبا وسهلا يلا اليوم سالينا النهايه ديال الفيديو ديال واحد سالينا ديالنا ودابا صافي ماشي ان شاء الله راجعين لاتولي ديالنا والله يسر الامور وشكرا جزيلا وما تنساو الدعم دعمونا القناه الله يسهل عليكم والى اللقاء